ليس يعني تحدث السيد غالب وانطى التشخيص يعني الدقيق ربما البعض يعتبره، لكن اريد اعرف كيف ستكون شكل الحكومه القادمه وكيف ستمضي الكتل الشيعيه في مساعي تشكيلها في ظل ازمه حقيقيه يعني موجوده هذا اليوم، والبعض يتحدث يعني ويقول لك اكو توجيهات من النجف ربما تغير كل الطموح والكتل طموح الكتل السياسيه وافكارها. يعني بس اسمحي لي ست هيفاء في انه ما تحدث به وتسميه بتشخيص دقيق للوضع اللي مرت فيه الانتخابات. تشخيص دقيق للسيد غالب يعني. نعم هو حديث السيد غالب هو ايضا انا احترم رايه وهذا وجهه نظره المحترمه، هي نفسها كانت تنطرح قبل الانتخابات بثلاثه اشهر عندما كان يتحدث وينزل، وحديثه هو اللي الان استطرق قبل قليل على مدينه الصدر، كان يتحدث على انه التيار الصدري سوف يذهب باتجاه انتكاسة كبيرة. هذه المرحلة التي يمر بها هي من أكثر المراحل ضعفا للسيد مقتدى الصدر ولجمهوره وما إلى ذلك. وعندما عاد إلى انتخابات السيد مقتدى الصدر الكل كان يشير إلى أن التوقعات وحجم ما سوف يحصلون عليه كذا كذا، نتحدث بخطاب او بحديث الشارع وبحديث المحللين واستاذ غالب واحد منهم وليصحح لي تحدث بعد وليصحح لي بخطابه او بحواره مع اللائبه في وقتها عفوا المرشحه في وقتها كيف كان الحديث على انه انتم سوف تخفقون او ما الى ذلك. اذا هذه القراءه التي كانت قبل ثلاثة أشهر يتحدثون عن أن تيار الحكمة استطاع أن يملأ فراغات، استطاع أن يكون حاضر، خطاب سماحة السيد الحكيم الوطني، نزول إلى الشارع، الجمهور، الكذا، هذا هم اللي خلي يجاوبونا بأجله. احنا اذا ما تحدثنا سابقا وكبرنا حجمنا كنا نريد اصوات، كنا نريد مقاعد، فاحنا كتله سياسيه، والان اذا ما احنا ندافع بشكل غير منطقي وما نضع الامور في نصابها ايضا ندافع عن موقفنا، بس المنصف البعيد عن الاجواء الحزبيه، المحلل اللي يستخدم المنهج، اللي يستخدم المنطق، خليه يطيل النقاط والكلام السليم سابقا والان. هذا امر. الامر الثاني اللي يتحدثون عن الاخوان بالموضوع المفوضيه ودفاعنا عن المفوضيه او كلامنا عن المفوضيه، والان وين احنا ذاهبين مع المفوضيه؟ نحن نتحدث على ان المفوضيه اوضحت نفسها والعمليه الانتخابيه الديمقراطيه في انسداد خطير. سؤالك انا حجاوبك عليه بدقيق يعني 10 ثواني. بس يقول لك ما اعترضتوا يوم الانتخابات، يوم الانتخابات ما اعترضتوا على الاليه. نعم انا اقول ليش ما طلعت النتائج اعترضتوا ليه؟ لا بيوم الانتخابات من انغلقت الصناديق شكرنا الحكومه وشكرنا المفوضيه على ادائها، ثاني يوم من طلعت النتائج باركنا وهنأنا القوى الفائزه وقلنا لهم اذهبوا واعملوا مع شعبكم وحققوا برامجكم الانتخابيه والحكوميه وكل التوفيق لكم. لكن عندما نبدا نكتشف ادله دامغه على أن المفوضيه، هسه راح اخلي الادله يم استاذ غالب وخلي هو ينظر لها بس بنظره فاحصه. استاذ غالب من المفوضيه تتحدث عن قرارات وعن اصدار قرارات داخل مجلس المفوضين، يقول انه هذا العمل اللي نقوم به سوف يعرض او سوف يقدم الى لجنه او الى شركة فاحصة لهذه الريسيفرات اللي ترسل المعلومات أو اللي تستقبل النتائج، وبالتالي تكتشف أنه هذه الخمس أجهزة فقط اثنين يدخلون معدها بالفحص والبقية ما تفحص. عندما النتائج أو المحطات تبقى مفتوحة لساعات طويلة بعد أداء الانتخابات، أنت كرجل الآن قاعد في مكان وتعرف أنه عندك التزام في هذا الوقت، من متوح بهذا الوقت المقابل يعرف أنت وين كنت سويت، شنو اللي صار، شنو الكذا، إذا ما أكو برمجة وأكو قوانين. المفوضية عندما تتحدث عن مجموعة من الإجراءات الفنية السليمة 100%، وبعدين إحنا نكتشف أنه هذه خطأ ونقدمها بالأدلة وبالطعون القانونيه القانونية. بالمناسبة يريد يجاوبك استاذ ايسر، استاذ غالب يريد يجاوبك. لا عفوا خلي بس اكمل، انا سمعت كثيرا والان انا اتحدث. يتحدث على انه انتم ليش ما تروحون تحاسبون نفسكم وتفتحون ابوابكم المغلقة وتشوفون وضعكم ليش نعم هذا يعني موجود الامر، ونحن مؤسسة عريقة ومؤسسة محترمة سوف تعمل هذا. لكن مثل ما اقول لك انت اليوم في داخل منزلك حاشاك انت او عفوا للمثال من يصير عندك مشكلة داخلية في داخل الاسرة او مشكلة خارجية مع جيران او مع اصدقاء، مو تروح الاول ما تدفع عن العامل الخارج بعدين تجي تصفي الامور في داخل البيت.
فتحت لجان وفتح عمل ونعرف اسباب ونعرف الامور بتفاصيلها. اكو قانون يعني ما نزلتم للمواطن البسيط، يعني المواطن البسيط يعني مثلا يقول لك السيد مقتدى نزل للشوارع لتنظيف المدارس، نزل للمواطن يعني المواطن البسيط. وجيد انا هذا ما اطرحه، اقول احنا اذا كنا حاضرين بالشارع وعندنا برامج وعندنا وصول. يعني السيد عمار ما نزل يصبغ مدرسه ويعني ينظف وهذه ما نزل، السيد عمار يعني قاعد بال هذا قصدي صح. هذا نقطة.